وحول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة السيد جمال فخر والنائب الأول لرئيس مجلس الشورى. أهلا بك يا سيد الكريم في النشرة الثالثة. إذن عقد اجتماع بين الحكومة والسلطة التشريعية فيما يتعلق بإعادة هيكلة الدعم الحكومي للمواطنين، حدثنا عما جرى في هذه الاجتماعات وما هي السيناريوهات المطروحة للنقاش. مساء الخير أولا على الجميع. طبعا لجنة الدعم هي لجنة تشكلت بتوجيه من جلالة الملك في عام 2018. التوجيه الأساسي فيها هو حسن استخدام أموال الدولة لتقديم الدعم للمستحقين. النظام الذي وضع في 2018 لم يعدل منذ ذلك الوقت إلى الآن، فأتى توجيه آخر الآن أثناء مناقشة الميزانية العامة للدولة بالنظر في هل نحن ما نقوم به من دعومات إلى الفئات المختلفة، هل هو يتجه إلى الأشخاص الأكثر احتياجا والأكثر استحقاقا أم لا. فتركيزنا الأساسي الآن أن نذهب في أشكال الدعم الستة اللي عندنا ونعيد النظر فيها، وحتى نوجه الأموال للأشخاص العوائل والأفراد الأكثر استحقاقا لهذه المبالغ. حجم مبلغ الدعم كبير، يعني في البحرين مقدار الدعم تقريبا مليار دولار، فيجب أن نحسن استخدامه لكي يذهب إلى الفئات الأكثر احتياجا والفئات الفقيرة. هذا هو الهدف الأساسي لهذه اللجنة. اجتمعنا اجتماعين مع الأخوان في الحكومة، في الحقيقة كان اجتماع مثمر، قدموا لنا بعض المقترحات. احنا كمجلس الشورى والأخوان مجلس النواب لدينا بعض المقترحات، سوف نجتمع في الأسبوع القادم أو الذي بعده نحن كسلطة تشريعية لكي نتفق فيما بيننا على ما هي الأفكار التي لدينا لإعادة توجيه الدعم، وثم سنلتقي مع الحكومة في اجتماع آخر واجتماعات أخرى لكي نتفق على ما هي البرامج وما هي حجم الدعومات وإعادة توجيه هذه الدعومات. المهم أن هذا الدعم يوجه للأشخاص الأكثر استحقاقا. لابد نحدد من هي الفئة الأكثر استحقاقا لهذا الدعم، وعلى ضوء هذه نعيد النظر في الدعومات الموجودة. نعم سعادة السيد جمال فخر والنائب الأول رئيس مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.